السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو رقم 55 على قناتي. وهذا الفيديو سيكون مختلف نوعا ما، سنحاول أن نريكم طريقة تحضير أكلة سريعة لن أطيل عليكم، فلنمر لتعرف على المقادير التي سنحتاجها. إذا غادي نحتاجو شوية هذا الرز، هو هذا الرز. غادي نحتاجو الزبدة كما كتشوفو معنا، قليل من الزبدة، شوية هذا الربيع والثومة. والشيء الأساس اللي غادي نحتاجو بطبيعة الحال في هاد الأكلة وهو هاد الشيء هذا، ربما مغاديش تعرفو عليه لأن هاد الشيء هذا ممتوجش بزاف في الأسواق ديالنا، وبالخصوص في المدن الصغرى تقدر متلقاوش، اللي هو الشامبينيون أو ما يسمى بالفطر. أنا حصلت عليه غير عن طريق أنني خرجت واحد الخريجة، وغادي تشوفوا معايا الفيديو فين كتشوف. بالنسبه لي ما تعرفش على هذا النوع من الخضار، او هو هذا. وكذلك غادي نحتاجوا شي شويه الخضار على حسب الاختيار، فلفل، ثم شويه ديال الطماطم. بالاضافه لهذا الشيء كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتعرفوا معنا، راه جميع الاكل ضروري من التوابل، كان شويه الملح وطبيعه الحال التحميره والسكينجبير، شويه الخرقوم الى غير ذلك. هذا الشيء اللي كاين، خليكم معنا. ودابا غادي نبداو القطع ديال البصله، وغادي نحاولوا نقطعوها طريفات صغار باش نحاولوا نشحروها مع الزبده وشويه ديال الشامبينيون. نشحروا داك الشوبينيون مع الزبدة. بعد ما درنا الزبدة غادي نزيدو الشامبينيون. هاد الشامبينيون اللي قلت لكم هو قليل بزاف، قليل باش تلقاوه، لان هو بصراحة كيخصك تلقاه في شي بلاصة كيكون في شي عروبية تحت شي شجر ولا شي حاجة، تما كيكون بزاف. هذا كما قلت لكم انا حصلت على القليل 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 منه اللي هو هذا. حاولت أن نجرب به هذه الأكلة هذه ونشوف طريقة الطعام. خليكم معنا. كل ما ضفنا شي حاجة غادي نحاولو نحركوها بزاف، نحركو نقلطوها حتى مزيان حتى نحسو به بلي أنه تحمر مزيان. دابا غادي نزيدو نديرو البصلة، حيت البصلة مقطعة طريفات صغار غادي تشحر في ساعة، وداكشي باش غنوليو نضيفوها من بعد ما تشحر مزيان هاد الشوربين مع الزبدة. غنزيدو شوية البصلة. غنضيفو التوابل ديالنا كيفما كتشوفو معانا. بعد ما ضفنا شوية د الفلفلة باش تبقى شادة داك الكولور ديالها، وضفنا شوية ديال البزار، كتبقى على هاد الشكل هذا. وغادي نضيفو دابا الرز، وغادي نديرو الماء على حسب الكميه ديال الرز اللي درنا، وغادي نتسناوها على ما توجد.
اذا غادي نزيدو دابا شويه هاد الماء على حساب مقدار ديال الكميه ديال الرز اللي درنا. وجدت الاكله ديالنا هي طابت على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا. هذا هو الشامبينيون جا على هذا الشكل هذا وتسناو معنا على ما نوجدوها نوجدوا الشكل النهائي اللي غادي تبان عليه وقبلوا علينا. من بعد ما وجد الطبق ديالنا دابا غادي نبداو في مرحله الدريساج. اصدقائي هذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا حاولت ندريسي على الطريقه ونبريزونطيها بهذا الشكل هذا فوالا. على هذا الشكل اصدقائي نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم ونهايه هذا الفيديو هذا. الا كنتوا اول مره كتزوروا لاشين ديالي تابوناو عندي وديروا الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال لاشين. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وإلا ما عجبكمش كذلك بارطاجيوه ربما يعجب شي واحد اخر يشوفوه. شكرا بزاف على المتابعه. كنقول لكم تهلاو فراسكم سلامه.